طيب رق قلبك. طب أقول لك على حاجة تانية يمكن يرق قلبك بيها، الحقهم قبل ما يمشوا، الحقهم قبل ما يمشوا. فاكرين حديث النبي، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه قبل ما يروحوا أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه، يحط أنفه في التراب عشان تعرف قيمتهم قبل ما يمشوا. أنا هقرأ لك حاجة وهحكي لك حاجة. هقرأ لك بنت بعت البريد القراء، أنا وجدتها بالصدفة، بنت بعت البريد القراء في جريدة خليجية، في بريد القراء بتقول رحل اليوم عن دنيانا. أنا إذنولي هقرأها لكم زي ما هي كتباها. رحل اليوم عن دنيانا شخص عظيم، لم يكن زعيما من الزعماء ولا طبيبا مشهورا ولا أحد أبطال الحروب ولا شخصية رياضية ولا ملك من ملوك المال، لن ترى صورته أبدا في صفحات الاقتصاد أو غيره، ومع هذا فقد كان في عيني أحد العظماء. رحل اليوم أبي. البنت بتقول رحل واحد عظيم، أنا شايفه عظيم، رحل أبويا. بتقول لم يكن أبي يفعل أشياء فوق العادة، كانت كلها أمور عادية، يدفع فواتير التليفون، يذهب للمسجد للصلاة، يساعدنا في عمل واجب المدرسة، يصاحب أمي في سيارة للتسوق يوم الخميس، لكني أراه عظيما لأنه أبي. هذه أول ليلة سأعيشها بدون أبي. البنت بعت الحكاية دي يوم ما مات أبوها، بتقول الآن لكل مرة لم أظهر، الآن أشعر بالأسف لكل مرة لم أظهر فيها احتراما كافي لأبي. قال يا الآن أبكي دما بدل الدموع لكل لحظة طلب مني طلبا فتركته ونسيته. أشكر الله أن جعل أبي يعيش معي 15، عندها 15 سنة، 15 سنة كاملا. أنا سعيدة لأن أبي قبل أن يموت نظر إلي برضاه، ما زالت هذه النظرة الشيء الوحيد الذي يطمئن قلبي أن الله راضي عني. وهحكي حاجة تانية، صديق ليا كلمني من أسبوع، كنت أنا مسافر برا مصر، لقيته بيكلمني وبيبكي في التليفون وأنا مش عارف هو بيبكي ليه. فلقيته بيقول لي جزء من حديث، في حديث بيقول إذا ماتت أم العبد قالت الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، اللي كنا بنكرمك عشانها ماتت، فاعمل صالحا لنكرمك، ما عادش حد هيساعدك في الدنيا دي بعد أمك ما ماتت إلا أنك تعمل حاجة كويسة. إذا كان ذكريات الماضي ما بترققش قلبك، ففوات الفرقة وفوات الأوان وإن يموت واحد فيهم يمكن يرقق قلبك. فلقيت صاحبي ده بيكلمني في التليفون وبيقول لي نفس الجملة، والله يا جماعة هو بيبكي وبيقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. أقول له في إيه يا خالد؟ يقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. والله يا أخوانا زي ما بحكي لكم، هو بيحكي على نفسه وبيبكي. يا خالد في إيه؟ قالها لي مثلا 15 مرة وأنا مش فاهم، بس فهمت من الكلام إن والدته. يا خالد اصبر، اهدى يا خالد، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. من كتر ما هو بيقولها حسسني بامي، ان انا خايف على امي. لما خالد قفل لقيت نفسي بكلم امي، انا بسال عليك انت كويسه؟ طمنيني عليك، ادعي لي، راضيه؟ الحق امك قبل ما يفوت الاوان، الحق امك قبل ما يفوت الاوان. لو ده مش هيرقق قلبك. بيحكي لي واحد بيقول لي أمي ما كانتش بتلفت نظري في أي حاجة فيها، ما هياش جميلة، وزنها زايد، مشغولة في الشغل، عصبية، عمرها ما لفتت نظري لغاية يوم موتها. في الجنازة لقيت الناس اللي بيشتغلوا معاها ومديرها جايين الجنازة، اللي يخبط على كتفي أمك يقول لي أمك كانت ست عظيمة، تصدق كانت بتشتغل 3 4 ساعات زيادة، هي كانت مطلقة بتشتغل 3 4 ساعات زيادة عشانكو. اللي يجي يقولي على فكرة أمك أطيب قلب شفته في حياتي،
بيقول من كتر الناس اللي بتتكلم على أمي أنا عمري ما التفت لأمي، أنا عمري ما حسيت إنها عظيمة، أنا عمري ما شفتها كده. روحت بالليل بعيط، أبص في صورتها وعيط، أنا ما عرفتكيش، أنا ما التفتش إليكي، الناس عرفتك وأنا ما عرفتكيش. ليه أنا كنت كده؟ عشان ما كنتش عايز أشوفك، عشان كنت كل اللي شايفه صحابي وكل اللي شايفه الأضواء و و و و أنت كنت ست عظيمة، كنت فاكر إن الست المنمقة الجميلة هي دي بس الست اللي تعجب واللي أفخر بيها إنها أمي، لكن أنت كانت إيديكي مجرحة، كانت إيديكي مجرحة عشاني، كانت إيديكي مبهدلة عشاني، كان شعرك ساعات بيبقى منعكش عشاني، أنا كنت أناني. الحكاية دي هو كتبها وأنا قريتها في كتابه، واحد من الشخصيات يعني بدون ذكر أسامي. ماتت التي كنا نكرمك من أهلها. أثر فيكوا الكلام ده؟ لو ما أثرش ليك كل دون فافتكر عاطفتها ليك. يعني طب يحن قلبك بإيه؟ قلت لك واخفض لهما جناح الذل، قلت لك وقضى ربك انتهى، قلت لك افتكر ذكريات الماضي، قلت لك الحق قبل فوات الأوان، بقول لك افتكر عاطفتهم ليك. السيدة عائشة مرة قاعدة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم